بزون معذيهم هاي لحمتهم، وقبل ما كان ثلاجة ويحطون بيها حتى يخلصون من البزون، هاي كل وقت معذيتهم ياخذوها يخلوها بالقونية ويذبوها بعيد وترتجي. هذا ابو البيت عجز شي يسوي النوم، بخاطره قال ماكو غير هالتدبير هذا، وهذا وين ما ذبها ترد البزون هذا. فاخذ له لوحه وجاب قير وركب البزون او السنور اذا كان فحليون فيه على اللوحه، وبنى رجلين البزون بالقير باللوحه. خب بعد ما يقدر يشلع رجليه، وركب بالبحر او بالشاط ونص البحر، طلع اللوحه مثل ما قبل يحطون الكربه يخلوا عليها شمعه، هذه يقول له طوف بالحسينيه، هسه ماكو، هذا هم نزلها للوحه والبزون مقنبص وين فوق اللوحه. منين يجي بعد هذا الاهله خليه يخلص منه؟ عافه واجى الاهله يخلصنا من البزون، شي يخلصنا ما دامك بزون وما دامك هر وما دامك خنزير بالعالم ما يستريح الانسان، هذا لازم من لوازمه موجود. هناك طلع حاكم البلد، طلع يتمشى يتونس بالشاط بالبحر، عاين شيء الذي ما يكون يشوفه، واذا على وجه الماي مو طير، هذا طير ماي ولا حيوان يمشي اللي يمشي على الماي، هذا بزون، هذا مستحيل، دجاج ماي بط يصير بزون شلون هاي؟ قال للخادم ماله شو جدم جدم بدنا نشوف القضيه شنو هاي. جدم هذا تخيل على الماي، تبين لا هاي لوحه وبانين رجل هالبزون باللوحه. رجل عنده فكر، والما عنده فكر شنو العدو وجوده بفكره، قال تبين هذا هالهر هذا مؤذي، هذا مؤذي اللي مسوين به الشيء، لكن راد يعرف القضيه شلون وشنو اذيته، سواله فد حركه هو هذا الحاكم، قال لهم طلعوه طلعوه، لان جابوا للجرف، شو طلعوا القير من رجليه، طلعوا القير من رجليه وكتب تذكره هو الحاكم، يقول بها لا يسمح لصاحب السنور ان يتعرض لهذا السنور بكل اذى الامضاء حاكم البلد، حط التذكره بالخيط وخلاها برقبه البزون، هو خلاها برقبته لزم الدرب اجل بيتهم، واذا يصيح مثل ما صاح النمي، ها منو هذا؟ قالوا هذا اجى هذا المسود الوجه، ها شلون؟ فكوا الباب طاب، واذا النوب جايب لقلاده، هذا حاط للنوب، شيني هذه عاينوها، واذا كتابه اجى يطلعها، واذا مكتوب بها اللي سمعته والامضاء الحاكم، هو مخلى البزون هناك قفل الاودات وقفل الغرف وقفل باب الحوش، واجى طب على الحاكم، قال له حضرة الحاكم سلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له ذني المفاتيح مالت الحوش ومفاتيح الصندوق وجميع ما عندي تفضل اخذهن، قال له شنو معنى اخذهن شنو؟ وصيت تمشي تسافر؟ قال له لا مو لهيتي يعني ما سافر، قال له الاخر معناها شنو؟ اكو واحد يجيب فاتيح بيته والخزائن ماله وصندوقه والحديد والذهب والفضه يعطيني، ايش معنى؟ قال له بل يعطيك اياه من هالجهه، لان هذا البزون من غير امرك قبل احنا ما نلحق على مصايبنا منه، حس لما امرك النوب ويا البزون يكون نبيع ونمشي احنا، حس اذا كان هذا هيك اذيه البزون ترى اسهل من اذيه ابو جهل، لان البزون هذا المقرود شي يدور يدور للحمى عظمه، وهم يجي ترها بالاخبار، هذا اذا راد يجي يجي يتمسكن بالاول، ما يقف يضم السفره يقوم شويه ينده شويه ينبه، اذا شافهم يسمعون خو يذبوا له شي، شاف لا يجي يحتج بالجهال مالهم حتى يرقق قلبه للابو يحنن، يعطينا شويه
شاف لا هذا قلبه قسي.